أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نشر دور السينما والمسارح في هذا البلد يعد من إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا؟ وما توجيهكم لمن يدعو إلى ذلك في وسائل الإعلام لنشرها؟ وهل هذه القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة يجوز مشاهدتها؟ فتح المسارح والسينما في بلاد المسلمين هو من وسائل الشر، من وسائل الشر واللهو ونشر المحرمات، فهي وسائل شر. أما أنها من إشاعة الفاحشة، الفاحشة المراد بها الزنا أو الأفعال القبيحة إذا حصلت من أحد فيفتر عليه، يجب الستر على المسلم ولا يتحدث عنها ولا تشاع عند الناس. نعم.